والآن مع كلمة السيد الدكتور محمد عماد النجار أمين عام المؤتمر، فليتفضل سيادته. سعادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سعادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، سعادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سعادة السفير سامح شكري وزير الخارجية، سعادة المستشار عمر مروان وزير العدل، أصحاب السعادة قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حراس العدالة والأمناء عليها على وثائقها الدستورية، الحضور الكرام، نرحب بكم جميعا في اجتماعنا السادس في بلدكم الثاني مصر. فقد سنت المحكمة الدستورية العليا في مصر منذ عام 2017 سنة حميدة بحرصها على ترتيب لقاءات دورية تضم جمعا متميزا من أنبغ العقول القضائية في قارة إفريقيا، يجمعهم نزاهة الغرض وسلامة القصد ودعم استقرار قيم العدالة والمساواة وتوطيد دعائم الشرعية الدستورية وتوثيق الديمقراطية وتعظيم قيم حقوق الإنسان. وإذا كانت هذه القارة الفتية قد جمعتنا بين أحضانها دولا متجاورة، فإن إرادتنا قد استقرت على أن يكون تعاوننا على اختلاف أوطاننا وأعراقنا وأدياننا هو سبيلنا لتوحيد جهودنا والأخذ بأسباب التقدم والرخاء. ولهذا كان اجتماعنا اليوم لنتباحث ونتداول في مستجدات قضايانا الدستورية بغية الوصول إلى أفضل الحلول والاستفادة من مخزوننا الحضاري التليد. وإذ ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظرف تاريخي خاص تواجه فيه بلادنا كسائر بلاد العالم متغيرات عديدة استجدت في أعقاب التوترات الدولية المتعددة في أصقاع الكرة الأرضية تلقي بتداعياتها على سائر بلاد القارة عبئاً كبيراً في مواجهتها. وإذا كان ضميرنا الوطني يستوجب منا جميعاً أن نعمل في حدود تخصصنا على تجاوز هذه الضائقة وتقديم الحلول القانونية التي تساعد على تجاوز هذه الأزمة. لذا كان اجتماعنا اليوم الذي نتحلق حوله مخصصاً لتبادل الخبرات بشأن هذه المستجدات. وإذ كانت التنمية الاقتصادية هي الهدف الأسمى وهي طوق النجاة وأمل شعوبنا الأبية في الانطلاق إلى غد مشرق وسبيلها لتجاوز الصعوبات، ومن هنا كان اختيارنا لعنوان هذا الاجتماع دور الرقابة الدستورية في تنمية الشعوب الإفريقية. ونعتقد نحن قضاة المحاكم الإفريقية العليا أن الدستور يقدم لنا مفاتيح الانطلاق إلى آفاق الرحبة يتضافر فيها البعد الدستوري مع كافة جهود دولنا على كافة الأصعدة. فالدستور هو الذي يرسم معالم الاستقرار القانوني الذي يهيئ البيئة الخصبة لدوران عجلة الاقتصاد، ومبادئنا القضائية هي التي تفعل هذه الأحكام الدستورية. ولا شك أن اجتماعنا هذا سيوفر لنا فرصا ثمينة لتبادل الرؤى والاستفادة من خبراتنا جميعا سعيا للتكامل بينها وتوطيدا لدعائم التعاون المثمر والبناء. وختاما فإنني أتقدم ببالغ الشكر والتقدير
إلى سيادة رئيس الجمهورية على رعايته هذا الاجتماع، وأثمن الدور الذي قامت به مؤسسات الدولة جميعها في تذليل كافة الصعاب لإقامة هذا الاجتماع، وأخص بالشكر الوفير وزارة الخارجية على قيامها بكافة إجراءات التنسيق والتنظيم لهذا الاجتماع منذ اللحظة الأولى وحتى خروجه على هذا النحو، وأشكر حضوركم المقدر، والسلام عليكم ورحمة الله.